طب نقول يا رب يتفقوا ونخلص، لأنه الشعب تم إبادته نهائياً، ما ضلش نفس عند الناس، الشعب تعب. بدنا نروح، احنا ناس بدنا نعيش، يرضوا بالصفقة، يخلصونا من هالبلد، يحلونا. والله يا زلمة صبايا، بصبايا في الشارع، صبايا في الشارع، مش اللي مجين ياكلوا، مش اللي مجين ينموا، قاعدين بيشحتوا بالشوارع. احنا تعبنا كتير وعانينا كتير، يعني انا نازحة في خيم، عايشين في خيم، تعبنا كتير، وإلي ابن شهيد وابن مفقود، يعني عانينا كتير، يعني انا مش عارفة ليش الدول العربية ما تقف معانا، ما حدش واقف معانا، يعني احنا بنتأمل انه حد يقف معانا، يسندنا، يهتم لنا شوية. الشعب الفلسطيني تدمر. ان شاء الله في تفاريخ، وان شاء الله تنتهي المعاناه تبعتنا والحياه الصعبه اللي احنا عايشينها. والله هذه حياه صعبه كلها، ان شاء الله تنتهي، وان شاء الله بيصير اتفاق ويحصل اتفاق.